تعالوا بقى نروح لمنتخبات الناشئات. منتخب الناشئات في معسكر مفتوح ومقام على ملعب مركز الشباب بالجزيرة. مركز شباب الجزيرة طبعا منذ الأحد الماضي استعدادا لمباراتي الكاميرون في المرحلة الجديدة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائي كأس العالم. وهيواجه طبعا منتخب الشباب ده نظيره الكاميروني في يوم 12 من شهر يناير طبعا اللي هو السنة الجديدة يعني، علما بأن مباراة العودة هتقام في الكاميرون يوم 19 من نفس الشهر. وتأهل المنتخب الوطني لهذا الدور على بعد أن اكتسح طبعا منتخب الكونغو برازافيل بمجموع المباراتين اللي هو بقى 7-1 في الآخر، مجموع المباراتين يعني في الدور الثالث من التصفيات، بينما صعد الكاميرون لهذا الدور عقب فوزه على كينيا بمجموع مباراتين برضو كبير 6-2. وتقام مباراة كأس العالم في كولومبيا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 22 سبتمبر في العام المقبل. طبعا كل التوفيق للشباب، هم واصلين لمرحلة كويسة قوي وإن شاء الله ربنا يكرمهم ويتأهلوا يعني.